روائع رمضان نخبة من أروع التحف الفنية كل مساء على شاشتكم. روائع إلى اتفاق مبدئي يقضي بضرب العراق، فيما أفادت أوساط فلسطينية عليمة أن الرد الإسرائيلي قد يتوجه إلى مقرات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. وبخصوص القصف العراقي على الجبهة السعودية، علم أن القوات الأمريكية رحلت عددا من الرعايا الأمريكيين من شرق العربية السعودية هجرة مكثفة أخرى من إسرائيل هروبا من قصف الصواريخ العراقية. وأنس بوسلنتي. صواريخ الحسين التي أمطر بها العراق ثلاث مرات متتالية الكيان الإسرائيلي كان من بين نتائجها ظهور هجرة جماعية مضادة. مئات اليهود يحملون حقائبهم يوميا ويغادرون المطارات الإسرائيلية في اتجاهات شتى. المهم الهروب من الفزع والجحيم اليومي الذي تحولت إليه حياتهم بفعل ضربات الحسين. أهم نتيجة كذلك هي أن لا أحد الآن يجرؤ على الكلام عن هجرة اليهود السوفيات والتي كانت من أسباب التفجير الذي تعرفه المنطقة. فبقدرة قادر اختفت الأرقام القياسية التي كانت تطلع علينا بها كل شهر الوكالة اليهودية عن الآلاف المؤلفة من المهجرين. صواريخ الحسين فتحت الكثير من الأعين. اليهود السوفيات اقتنعوا بأنهم لم يأتوا إلى أرض الهناء والسعادة، أما الإسرائيليون فوخزهم ضميرهم واكتشفوا أن هناك خطأ تاريخيا لا زال ينتظر التصحيح منذ أزيد من 40 سنة. لكن تل أبيب منشغلة حاليا بالتباكي على الحلفاء. طلبت اليوم من واشنطن مساعدة بقيمة 13 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، أما ألمانيا فخصصت مساعدة وصفتها بالإنسانية تقدر ب 166 مليون دولار، لكن على من ستصرف ذلك إذا ما استمرت وتيرة الهجرة المضادة؟ في المقابل فلسطينيو الأرض المحتلة بدأوا يعانون من نقص في المواد الغذائية من جراء حظر التجول المفروض عليهم منذ اندلاع الحرب، كما أن 140 فلسطينيا جرحوا برصاص قوات الاحتلال. عنصر آخر زاد اليوم من تصعيد مقاومة سكان الأراضي المحتلة، وهو دعوة مفتي القدس الشيخ سعد الدين العالمي كافة المسلمين إلى الجهاد المقدس وإلى مقاطعة البضائع الأمريكية. وبخصوص آفاق الحرب مع العراق، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي شوفين مو أن الوضع لن يتضح قبل شهر مارس المقبل، وأوضح أن معلومات باريس تؤكد أن العراق ما زال يمتلك كميات هائلة من الصواريخ والأسلحة الكيماوية. وعن بداية تحول الاستراتيجية الحربية العراقية نعود مجددا إلى أنس بوسلنتي. على الجبهة هل بدأ التحول؟ الكل تساءل اليوم ما إذا كان العراق قد بدأ في تنفيذ استراتيجية حربية جديدة. مؤشرات ذلك وقوع أول مواجهات برية بين القوات الأمريكية والعراقية. البنطاغون اعترف بأن 2 من جنوده جرحا خلال هذه الاشتباكات، لكن الناطق العسكري الأمريكي حاول تجاهل الأخبار الواردة من طهران. فالإذاعة الإيرانية والتي تميزت بحياد إيجابي لحد الآن تحدثت عن شن القوات العراقية لهجوم بري واسع، بل وأن الجيش العراقي تمكن بعد هذا الهجوم من السيطرة على عدة مواقع حدودية سعودية فر منها الجنود السعوديون. وحدها الساعات القادمة ستقول ما إذا كانت اشتباكات اليوم هي بداية أم المعارك البرية أم لا. في المقابل طيران التحالف لا زال يواصل غاراته على مدينتي البصرة والفاو، غارات كلفت لحد الآن الدول